وعلى آله صحابته أجمعين. وبعد بفتح المجال للأسئلة بعد التعقيب على مسألة أو مسألتين. اقترب يا أخواننا عندنا الشهر، نهاية الشهر المبارك، وواجب من الواجبات على الجميع إخراج زكاة الفطر. على كل إنسان يملك زكاة الفطر في وقته هذا، يعني حتى أنت لو بتملك من القوت ما تقدر على إخراج زكاة الفطر يبقى واجب عليك. حتى بعض أهل العلم يرى إنه الإنسان الواجب عليه أن يستدين إذا كان قادرا على الوفاء، يستدين فيخرج زكاة الفطر. فزكاة الفطر أولا حكمها واجبة، واجبة على من؟ على كل من يعول أسرة، يعني تحت ناس بعولهم، أنت والد وأبنائك قصر يعني لسه ما انفردوا ببيوتهم يعني بحالهم براهم، لسه هم معاك أنت بتصرف عليهم، يبقى الواجب عليك تخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن من تعول، كل اللي بتعولهم، حتى المولود ولو كان عمره يوما واحدا تخرج عنه زكاة الفطر. طيب وقت إخراج زكاة الفطر الأفضل، أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل الصلاة، قبل الصلاة. لذلك العلماء قالوا من السنة أن تؤخر صلاة العيد في يوم الفطر شان يعطى الناس زمن لإخراج زكاة الفطر، بخلاف صلاة العيد في الأضحى. صلاة العيد في الأضحى تكون بدري، أول ما طلعت الشمس خرجت مقدار رمح، ارتفعت يعني فترة ربع ساعة أو أقل شوية من خروج الشمس، خلاص ده وقت صلاة العيد في الأضحى. أما في الفطر تؤخر شوية عشان الناس يتمكنوا من إخراج زكاة الفطر. طيب قدرها كم؟ كده تكلمنا عن حكمها واجبة، اللي بيقوم بها الزول اللي بيعول، يعني انت لو خلاص كبرت في السن وبقيت تخدم براك بتشتغل وعندك من المال براك، خلاص انفصلت من والدك من حيث الإعالة، مبعولك والدك، تطلع عن نفسك براك. لو اتزوجت عندك أولاد تطلع عن نفسك وعن أولادك وعن زوجتك. طيب فيبقى هذا حكمها ووقتها، يبقى عندنا فضل قدرها كم؟ قدرها النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر قال افترض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاع، والصاع بالمد أربع أمداد، كويس، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، المد يعني شنو؟ اليدين مع بعض الاثنين، كويس، ده لو قست انت باليد. لكن احنا عندنا بالحساب العادي عندنا هنا الناس بيعرفوها عندنا في بالكيلة، مش يسموها الكيلة، هناك في الخرطوم يسموها الربع، الربع ما بتاعه الغنى ذاك، ها؟ في الخرطوم الربع نص الكيلة، وهنا الربع عندنا ما نص الكيلة، الربع ده الملوى، عشان تفرق ما يقول لك ربعين بيقضوا ستة أنفار، هناك يقول لك كده في الخرطوم، دي الفتوى، زول لو سألنا نقول له ربعين ستة أنفار، الربع ثلاثة أنفار، الربع معناه نص الكيلة، هنا عندنا الكيلة، الكيلة ستة أنفار، تقسم الكيلة على ستة خلاص، كويس، أو الملوى إلا شوية نفر، أو بالكوز الكبير، في الكوز ذاته اثنين صح؟ ولا انتوا التصانيف دي هنا ما في؟ الكوز ذاته ما اقل من الملوى في كوز، بس المهم الكيله ستة انفار بعد ده قسموه.
ده القدر بتاعها. مسألة مهمة جدا، زكاة الفطر تخرج من الطعام، ده الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يرى إخراجها إخراج قدرها مال، يعني شوف الكيلة بكم بتاعت العيش، بعد ذاك تقوم تقسمها على ستة وتطلع زكاة الفطر، يقول لك 15 جنيه وعشرة جنيه، يقول لك قرروها كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، يعني الزمن ذاك القروش قاعدة، ما قال قروش، قال صاعا من طعام. حيجي زول يقول لك يا مولانا طيب الناس ما محتاجة للقروش أكثر من محتاجة للطعام، العيش ده عندهم، يقول لك الناس بيكونوا عندهم حواشة والمخزن مليان عيش، ما محتاجين له، محتاجين لقروش عشان يكسبوا بها الوليدات ويشتروا الحلاوة والهدايا ويجهزوا البيت وكده، حاجة زي دي. النبي قال طعام، صاعا من طعام، أدي طعام، اللي يمشي بعد ذاك هو يبيعه يتصرف بطريقته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا صاعا من طعام، تطلعها احنا عندنا هنا الغذاء الرسمي لعله الذرة، طلع الذرة دي، دار تطلعها قمح طلعها قمح، برضو طعام رسمي عندنا، لكن حسب طعام البلد. إذا كان عندنا الغالب هنا الذرة وبدرجة أدنى منه القمح، تطلعها صاع من طعام. طيب زكاة الفطر يا أخواننا، الإنسان لو ما قدر عليها في وقتها هي تكون سقطت باعتبار عبادة في وقت معين، انت اخرجتها عن وقتها. لو اخرجتها متعمدا تاني ما يجوز انك تأديها في وقت تاني. ما تقول لي يا اخ والله انا هسه دي مشغول يا اخ وقت صباح العيد ده، قدرنا نجهز البيت وكده وهيئ الوضع ونلبس كويس وكده وما فاضي لي هسه دي، بعملها بعدين بعد يومين ثلاثة، ما بجوز، لا تجزي عنك. طيب الإنسان لو ما قدر عليها، بعض أهل العلم قالوا فات وكته خلاص ثاني ما يعمل وكته فات، لكن تبقى في الذمة في رقبتك، تطلعها حتى وإن كان فات وقتها وما تجزي عنك برضو تطلعها، لأنه باقي في الذمة لأنها هي واجب. فضلها هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم، ذل العلتين اللي ذكرا في الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال طعمة للمساكين، لأنه يوم العيد يوم فرح ويوم سرور، والناس يظهروا فيه بأفضل ما عندهم، والمسكين المحتاج داير حاجة يفرح بها مع بقية الناس. عشان كده لما تجي والطعمة من غيره من الناس فيكون فيها ترويح لنفسه وفرحة له. وثانيا قال طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الباطل، أي كلام باطل محرم، كلام شرك، كلام بدعة، كلام حرام ساي، غيبة، نميمة، أي شيء يدخل في اللغو. والرفث قالوا يدخل فيه الكلام الباطل، ويدخل في الرفث الجماع ومقدمات الجماع وغيرها، كله يدخل في الرفث، والصخب أيضا يدخل فيه. المهم عموما طهرة للصائم من الأشياء اللي وقعت في رمضان، لأنه الإنسان مهما حرص لابد أن يقع أو في الغالب بقع في شيء من المعاصي والذنوب في الشهر المبارك، فزكاة الفطر دي تبقى لك طهرة ونقاء لك من ما حدث أثناء الصيام. ده التعليق، بعد لو في سؤال أو أسئلة ما في مانع إن شاء الله تعالى. نعم شنو؟ إخراج زكاة الفطر إذا أخرج الإنسان، العلماء قالوا الوقت الأفضل بتاعه اللي ذكرناه يوم العيد صباح العيد قبل الصلاة، ممكن تخرج قبل يوم أو يومين في رمضان، لو خشيت أنه الوقت ضايقك أخرجه قبل يوم أو يومين. وبعض أهل العلم يقول تخرج من وسط رمضان، ممكن الإنسان يخرجها، لكن الأفضل بالنسبة لك أنت أخرجها صباح العيد أو قبل يوم أو يومين، ما في بأس، يعني شنو الزمن يسعك
في خراجة. قد أنت ما تلقى زول من الناس اللي ممكن يستلموها منك أو من اللي بيعطوها، قد يصعب عليك تلقاه. عشان كده قبل يوم يومين بتلقى فرصتك في إخراج. ممكن بس طعام، لكن أيوة ممكن أنت تأخذ تشيله من الدكان إذا بتتعامل مع صاحب الدكان تعامل معين، تزور صاحب مرتب أو كده أو صاحب زرع، وصاحب الدكان بيتعامل معاك يعني بيديك أشياءك وأغراضك لحين ما يجي مرتبك أو تطلع زراعتك تسدد له، فما في مانع أنت تأخذها منه، لكن أخذها طعام شيله منه، إما ممكن بلح، ممكن رز، ممكن دقيق قمح، دقيق ذرة، كل ده ما طعام. لكن أنت ما بتخرجها مثلا إدام، في فرق بين الطعام والإدام بتاعه. ما تمشي مثلا تشيل عدس، العدس ده ما هو طعام، يعني ما في زول بيجيب له عدس بياكله براو، ده إدام ده بياكله بيه. ففرق بين الطعام ده الشيء اللي بيؤكل، بيؤكل ذاته زي الرز والقمح والذرة وكده. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.